Hi everyone, this is Nuran from Piece of Cake with Nuran, and today I'm gonna talk about my own experience in learning the English language. النهاردة بإذن الله هتكلم عن تجربتي الشخصية في تعلم اللغة الإنجليزية وهجاوب عن أكثر الأسئلة اللي بتتكرر بخصوص الموضوع ده، وهيبقى فيه في آخر الفيديو مفاجأة من أكسفورد لأي حد حابب يتعلم اللغة سواء كان مبتدئ أو متوسط أو حتى مستوى كويس وحابب يمارس اللغة بشكل أفضل أو بشكل أكبر. كرر كتير اللي هو هل انت خريجة مدارس لغات او انترناشنال او تجريبي، او هل اكتسبتي اللغة من المدرسة، او هل لازم ادخل ولادي مدرسة انترناشنال او تجريبي او لغات او اي مدرسة معينة عشان اضمن ان اللانجوج بتاعتهم حلوة او الانجليش بتاعهم حلو؟ فهنا الاجابة لا، انا مش خريجة مدرسة لغات ولا انترناشنال ولا تجريبي، انا خريجة مدارس حكومة عادية خالص، زي ما بيقولوا كده تعليم مجاني اللي هو الناس بيستخدموه كحجة انه انا مش كويس في الانجليش، مثلا تعليم مجاني فملهاش اي علاقة. وانت طالما بتتفرج على الفيديو ده معناها ان انت عندك انترنت في البيت وتقدر تتعلم الانجليش او اي لغة في الدنيا اونلاين، وعندك مليون طريقة وطريقة اولهم اليوتيوب والمواقع المتخصصة في تعلم اللغات، فياريت نبطل حجة اصل انا تعليم مجاني. تاني حاجة، هل لازم اكتسب اللغة عن طريق ان انا اخد كورسات في الجامعة الامريكية او المعهد البريطاني، او هل لازم اخد في مكان محدد؟ هنا الاجابة لا، ممكن تختار اي مكان انت عايزه، المهم يبقى مكان محترم، ومش لازم اصلا تاخد كورس عشان تكتسب اللغة، انت ممكن تكتسبها بالتعليم الذاتي او تكتسبها بكورس اونلاين، مش لازم تنزل من البيت. بس نصيحتي ان انت تاخد كورس conversation او محادثة عشان تبدأ تتكلم كويس او تبدأ تمارس مع ناس، ويبقى في حد يصحح لك لو غلط اللي هو التيتشر بتاعك او الانستراكتور بتاعك. تاني سؤال، خدتي كام كورس انجلش لحد ما وصلتي المرحلة دي؟ والاجابة هي ان انا ما خدتش اي كورس انجلش غير كورس محادثة او كورس conversation عشان اقدر امارس اللغة مع ناس اكتر واقدر اعرف اخطائي ايه واتعلم منها، يبقى في حد بيصحح يعني بمعنى اصح. رابع سؤال، وهو هقدر اكتسب اللغة في قد ايه؟ وهنا السؤال ده ملوش اجابة معينة، لان كل بني ادم ليه قدرات معينة وليه وقت معين بيمارس فيه اللغة، وكل ما وقت ممارسة اللغة زاد كل ما تكتسب اللغة اسرع. بس في شخص ممكن يتعلم اللغة في 3 شهور او في شهرين، في غيره يقدر يتعلمها في 4، ممكن حد يتعلمها في 6 او اكتر، ممكن حد يحتاج سنة واثنين وثلاثة عشان يبقى اللغة بتاعته كويسة. الموضوع بيرجع لانه انت بتمارس اللغة في قد ايه، وانت قدراتك على الاستيعاب قد ايه. طب السؤال بتاع اتعلمتي الانجليش في قد ايه، او اكتسبتي اللغة في قد ايه، او وصلتي للمستوى ده امتى او في وقت قد ايه؟ ده مش بقدر اجاوب عليه بشكل محدد، نظرا لان كل يوم بتعلم معلومة جديدة، فكده بيخلي الفترة كانها فترة حياتي كلها، كل يوم بتعلم حاجة جديدة او كلمة جديدة. فالفكرة هنا ان انا ما اقدرش احدد لكم فترة معينة، بس اقدر اقول لكم الفترة اللي انا احتجتها عشان مستوية يتحول فجأة، يبقى هو كان مستوى قليل ويعلى فجأة. الفترة دي كانت فترة اجازة، مش فاكرة في انهي سنة بالظبط، بس كانت مدتها حوالي من 3-4 شهور، لانه اخدت معي جزء من وقت الدراسة. كنت بعمل ايه بقى في الفترة دي؟ انا مكنتش بذاكر انجلش كمادة او كلغة، انا كنت بذاكره او كنت بكتسب اللغة من غير ما احس، عن طريق ان انا كنت بتفرج على مسلسلات كتير جدا بالانجلش، وكان المسلسل بتاع ايه 5-6-7 اجزاء، هو جزء في المسلسلات الانجلش عامة او الامريكان تحديدا بيبقى حوالي حاجة و20 حلقة، بس بيبقى بيشد الواحد، فبيخلص جزء يخش على الجزء اللي بعده وهكذا. وكنت بتفرج على مسلسلات نزلت بقالها كذا سنة فاجزائها كلها موجودة، فده خلاني اخلص جزء ادخل على التاني، اخلص مسلسل ادخل على التاني وهكذا. فمن كتر المسلسلات ومن كتر ما انا كنت بسمع كتير وبشوفهم بقى بيتكلموا كتير في المسلسل والكلام ده، وصلت لمرحلة انه انا بعد مثلا ما اتفرجت على 3 اجزاء من المسلسل ما بقتش محتاجة ابص على السبتايتل العربي، بقيت فاهمة هما بيقولوا ايه، بقيت فاهمة الحكاية، بقيت فاهمة كلمات كتير جدا، واكتسبت كلمات كتير جدا، وتكوين الجملة لزق في دماغي نظرا لان انا سمعته كتير جدا. بس انصح بموضوع المسلسلات عشان تكتسب اللغة بشكل سريع، مش المسلسلات بس، ممكن الافلام، ممكن كمان الاغاني، بس مش كل الاغاني لانه في اغاني بيبقى الجرامر فيها مش صح. فانسب حاجة المسلسلات
الأفنان، وده هتكتسبوا منه النطق كويس جدا، وهتكتسبوا منه جرأة ان انتوا سمعتوا الحاجة 60 مرة، فخلاص انت لو جيت تقولها مش هتحس ان انت قلقان قوي تغلط زي في العادي، لانه انت لما بتسمع كتير بتتأكد ان هو ده الصح، فخلاص بتسمعها كذا مرة فسهل عليك تنطقها. والفترة اللي كنت بتفرج فيها على مسلسلات كتير وافلام كتير كانت جاية بالتزامن مع الفترة اللي انا كنت باخد فيها الكورس بتاع الكونفرسيشن او المحادثة، والفترة دي كنت باخد كلمات جديدة من الفيلم او من المسلسل اللي انا بتفرج عليه، وببدأ استخدم الكلمات دي او الجمل دي في المحادثة اللي بعملها مع زمايلي في الكورس، فكان الموضوع مفيد جدا، عشان كده بقول لكم مفيش غنى عن الكورس ده او الكورس ده مهم. اكتر حاجة كانت بتفرق معايا وكانت كويسة جدا في ان هي تعلمني الكتابة او اخد منها اكتسب منها كلمات بسبيلنج صح، هي القراءة. انا ما كنتش بحب القراءة قوي، وكنت احيانا كتير بلجأ للاوديو بوكس، والاوديو بوكس هي الكتاب اللي انت عايزه ده بيتسمع، يعني هو بيبقى حد بيقرأه وانت بتسمعه، عشان الناس اللي ما بتحبش تقرأ او ما عندهاش وقت تفضل تقرأ كتير فكانوا بيسمعوه مثلا وهم رايحين مكان او كده، فالاوديو بوكس كانت بتفرق معايا في الليسننج جدا، بس القراءة نفسها من التكست نفسه، من الكلام نفسه، من الكتاب نفسه، كانت بتفرق في نقطة ان انا شايفة الكلمة الجديدة بالسبيلنج بتاعها، فكانت بتظبط معايا الدنيا في نقطة الكتابة بعدين لما اجي استعملها في الكتابة كنت بكتبها صح. فالقراءة لا غنى عنها، وهنا تيجي المفاجأة بتاعة اوكسفورد. اوكسفورد مقدمة 148 كتاب مجانا، لان احنا في الفترة بتاعت كوفيد 19 او فيروس كورونا قاعدين في البيت وكده، فهم منزلين 148 كتاب مجانا لحد يوم 30/8، فلحد يوم 30/8 الكتب دي كلها موجودة على الموقع بتاع اوكسفورد، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. والحلو في الموضوع انه الكتاب ممكن تقرأه وممكن تسمعه، وفي كتب لكل مرحلة، سواء انت كنت مبتدئ في مرحلة بتاعت الكتب اللي هي اللي فيها صور اكتر من كلمات وبتدرب الواحد اكتر وفيها اسئلة والكلام ده، وفي بعد كده المراحل المتقدمة، كل مرحلة ليها كتب معينة، وبشرح لكم دلوقتي الموقع هتعملوا ايه بالظبط عشان تدخلوا وتسجلوا على الموقع وتستفيدوا من العرض ده او من الفترة بتاعت الكتب المجانية دي. الحلو في الموضوع ان الناس اللي مش بتحب القراية ممكن تسمعها كاوديو بوك، لانه الاوبشن ده موجود، بس الافضل ان انت تقرأ وتسمع، تعمل الاثنين عشان تاخد اكبر فايدة ممكنة. واثناء القراءة ياريت ما تقعدش تطلع كلمة كلمة بقى وتشوف معناها، لو الكلمة قدرتك صعبة افهمها من السياق، ما فهمتش من السياق تجاهلها كأنها مش موجودة، حسيت ان الدنيا واقعة خالص وانت مش قادر تفهم او مش قادر تعدي الكلمة دي، خلاص خدها حطها على جوجل وشوف معناها، وبعد كده ابقى كمل قراءة. بس لو اخدت كلمة كلمة هيبقى الموضوع ممل، بس عشان كده بقول احاول تفهم من السياق. احنا طول عمرنا عمالين ناخد كلمة ونعرف معناها ونحفظها وبعدين بننساها، بس لو فهمناها من السياق وعدت علينا مرة واثنين خلاص مش هتتنسي بعد كده. ودلوقتي هسيبكم مع الشرح بتاع طريقة استخدام الموقع بتاع اوكسفورد وازاي نسجل فيه او نعمل ريجستر. هتدخلوا على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا الموقع ده ظهر، وبعدين هتدوسوا على كلمة register اللي هي تسجيل، ونبدأ نملأ البيانات بتاعتنا. أول حاجة هنكتب الفيرست نيم اللي هو اسمنا احنا، وبعد كده اللاست نيم اللي هو الاسم التاني أو اسم العيلة، بعد كده هنلاقي كلمة يوزر نيم في الخانة الثالثة، هنكتب فيها ايميل، ممكن يبقى بتاع جيميل أو بتاع هوت ميل أو بتاع ياهو أي حاجة، وهنلاقي الباسورد، لازم أول حرف فيها يبقى كابيتال، وبعد كده هنكونفيرم الباسورد في الخانة اللي بعدها ان احنا هنعيد كتابة الباسورد، وندوس على المربع ده اللي هو بتوافق على شروط والاحكام، بعد كده create my account، هتلاقي انه بيقولك ان الاكاونت بتاعك اتعمل بنجاح، وممكن تبدأ تستخدم الاوكسفورد بوك شيلف اللي هو الموقع ده، وبعد كده هتلاقي الصفحة دي فتحت لك، هتبدأ تكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انت مدخلهم في البيانات، وتدوس ساين ان يعني تسجيل، وبكده هتبدأ او هتنتقل للمرحلة اللي بعدها وهي ان انت تستخدم الكتب. هتلاقي الصفحة دي فتحت معاك،
وهتنزل كده هتلاقي انه في كل القصص او كل الكتب اللي موجودة، والاسهم دي بتبين لك الليفلات او الليفلز بتاعت القصص. يعني هتلاقي قصص للمستوى اللي هو من الاول خالص، وقصص للمستوى المتوسط او اللي تحت المتوسط والفوق المتوسط. هنا A1 يعني من الصفر خالص، وبعد كده هنلاقي A1 A2 اللي هو تحت المتوسط، بعد كده هنلاقي A2 B1 اللي هي المتوسط، بعد كده ال B1 B2 اللي هو فوق المتوسط. هتبدأ تختار المستوى بتاعك وتختار اي قصة من الموجودين. مثلا انا اخترت دي اللي هي علي بابا and the 40 thieves، اللي هي علي بابا والاربعين حرامي، وندوس open. هنلاقي ان القصة ظهرت قدامنا، هنلاقي الكوفر، هنلاقي مقدمة، وبعد كده شوية حاجات كده او بيانات ملناش دعوة بيها، بس هنبدأ القصة. هنلاقي الكاركترز اهي اللي هي الشخصيات، وبعد كده هنبدأ في اسئلة. هنبدأ نلاقي اسئلة على القصة من قبل ما القصة تبدأ، دي ممكن تحلها لو انت عرفت منها، ولو مش عارفها خلاص سيبها بعد ما تقرأ اول فصل او اول تشابتر. وبعد كده بعدها هتلاقي بقى القصة نفسها، تلاقي ان معظمها صور لانه ده ليفل لسه في الاول خالص، او حد لسه بيبدأ من الصفر. وزي ما قلنا لو في كلمة صعبة ياريت نتجاهلها او نفهمها من السياق، ما فهمناهاش نبدأ ندور على معناها. بعد كده هنلاقي ان في اسئلة على كل تشابتر، على كل فصل هنلاقي شوية اسئلة عشان نتأكد ان احنا فاهمينه كويس. وبعد كده هنلاقي انه القصة ماشية بالمنظر ده. بعد كده هختار دلوقتي قصة تانية من مستوى تاني اللي هو مثلا تحت المتوسط. هختار القصة اللي هي موجودة على الشمال خالص دي، هنبدأ نفتحها. هتظهر لنا القصة، مش هنلاقيها يعني، هنلاقي الغلاف وبعده مقدمة، وبعدين هنلاقي القصة نفسها من غير صور كتير زي اللي فاتت، بس برضو هتبقى سهلة. هنا العلامة دي بتاعت الاوديو بوك، لو حابب تسمع القصة بدل ان انت تقرأها، ودي للناس اللي بتكسل تقرأ او الناس اللي عايزة تتدرب على الليسنينج بس، فممكن تستعمل الاوبشن ده، جميل جدا. هنا انا عشان مش حاطة الصوت بتاعه فمش باين، بس هنا بيقرأ بوضوح جدا، والخدمة دي حلوة جدا. هنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم وفدكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن ويستفيدوا منه، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم أي سؤال ما تنسوش تكتبوه في الكومنتس تحت الفيديو عشان أرد عليه، وأشوفكم في الفيديو الجاي. See you in the next video. Bye bye.